بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لم يرق لفرعون نصيحة حزقيل له ولحاشيته بأنهم يتركوا موسى ولا يقتلوه، وضرب بكلامه عرض الحائط. طبعا حزقيل ذلك العبد الصالح الذي هو من آل فرعون الذي يكتم إيمانه. وطبعا في هذه الجلسة اللي نصح فيها حزقيل فرعون والملأ بأنهم ما يقتلوش موسى، ده عبد بيذكرهم بالله فليس هناك داع لقتله. طبعا فرعون لم يعجبه هذا الكلام ولم يرق له هذا الكلام، وضرب بكلامه عرض الحائط. والتفت فرعون إلى الملأ ووجه إليهم كلاما يحاول به أن ينتصر بهم، ينتصر بالملأ يعني، على معارضة ما قاله العبد المؤمن حزقيل الذي يكتم إيمانه. وقال لهم كما بين لنا القرآن الكريم، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فأخبر فرعون قومه بأن رأيه اللي قال لهم عليه واللي أخبرهم به واللي هو وضعه بين إيديهم وهو أنه يقتل موسى، ما قال لهم ذروني أقتل موسى، بيقول لهم الرأي ده أنه هو ما يراه فرعون الرأي الصحيح والصواب، وهو الرأي اللي هو يجب ان هم ياخدوا بيه. ودعم كلامه كلام كمان بانه هو دائما ما يدلهم، يعني دائما يدلهم ويرشدهم على طريق الصلاح والصواب. قال تعالى، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وبعد ما قال لهم كده فرعون تركهم، يعني ترك الملأ يفكر، وبعدين رجع اجتمع تاني بملأه مرة أخرى من كبراء قومه من الرؤساء والأمراء والحاشية التي في قصره، ومن بينهم أيضا هامان وزير فرعون، وشاورهم
في أمر موسى هنعمل إيه معاه؟ ماذا ما يكون ما هو القرار الذي لابد أن نأخذه بشأن هذا الرجل؟ وأكد ليهم كمان فرعون إنه ده مش رجل عادي، ده رجل خطير عليهم وعلى بلدهم. يعني فرعون لعب لعبة كده استغل بيها حرص المصري بطبعه على أرضه، فدخلهم فرعون أو دخل فرعون لقومه من باب إن موسى جاي ياخد أرضكم ويحتلها ويستولي عليها بقوة السحر. يعني هو إلى الآن لم يعترف إن دي آيات وإن دي معجزات، لا ده سحر هو بيعمله، وهو كمان هيحتل الأرض وياخدها. والمسألة دي حساسة جدا ودقيقة جدا للمصري، جدا أرضه. فلما دخل وقال لهم الكلام ده، طبعا هو بيحاول يشتت التركيز بتاعهم في الآيات والمعجزات، آية العصا وآية اليد التي خرجت بيضاء تشرق، لأنه سيدنا موسى لم يكن أو لم تكن طموحات سياسية، ولم يكن من أهداف سيدنا موسى أنه يعني يستولي على البلد ولا أنه يحتلها عليه السلام. هو كان بيبلغ دعوة وعايز يستنقذ بني إسرائيل من إيد فرعون، بس هي دي، ويبلغهم ويذكرهم بالله. لكن فرعون دخل لقوم من مسألة عشان يستملهم، لأنه حس أن المعجزات شديدة. وهم برضو لما أراد فرعون قتل موسى لم يوافق، لم يقبل الملأ بسرعة على هذا، أو لم يوافقوا على هذا الرأي. لكن بعد كده هم أذعنوا لرأي فرعون. قال لهم فرعون كي يستحسهم أنهم ياخدوا موقف ضد موسى، فقال لهم كما قص علينا القرآن الكريم، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. ضرب القنبلة دي، ده جاي يا مصريين ياخد أرضكم عشان يستملهم وياخد موافقتهم ويسندوه ويشتتهم في إنهم ما يركزوش في الآيات اللي شافوها، آية العصا وآية اليد، وإنه يعتبر ده سحر ويتصرفوا على هذا الأساس. وبعد ما كان فرعون بيقول نقتل موسى، تنازل عن استبداده برأيه، وسأل هو قومه لما خاف إن هم يؤمنوا بموسى تأثرا بالمعجزات اللي شافوها وبالآيات التي رأوها من موسى عليه السلام، بعد إن هم رأوا المعجزات المذهلة التي أيده الله تعالى بها والتي ساقها على يديه. فسألهم فرعون بمكر خفي وتودد في نفس الوقت، بعد ما كان بيقول نقتل موسى دلوقتي بيقول لهم فماذا تأمرون؟ ما هو خلاص بقى رمى القنبلة، ده جاي يحتل الأرض وياخدها بسحره، وبعد ما قال الكلمتين لهم فماذا تأمرون؟ بعد ما كان يزعم بقى إنه ربهم الأعلى ويستبد برأيه ويقول لهم وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ها هو الآن يطلب الرأي والمشورة من حاشيته. ومش كده وبس، بل يريد منهم أن يأمروه بالصواب. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ وقبل ما ينفض هذا الاجتماع، أخبر أحد حاشية القصر فرعون بأن موسى وهارون رجعوا تاني، عاد مرة ثانية يطلبان مقابلة فرعون، فسمح ليهم فرعون بالدخول. وحين وقف الرسولان الكريمان مرة أخرى عليهما السلام أمام فرعون، دعا موسى فرعون مرة تانية، دعاه عشان هيقيم معاه حوار، وتحاور حوار جديد مع فرعون. وكان ساعتها فرعون بيتصنع ويتظاهر بالتعقل وبالهدوء وبأنه هو عايز يسمحهم، لأن موسى وهارون عليهما السلام كان يخاطبان فرعون برفق ولين ووقار، وقال له إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم.
ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. يعني الرسالة اللي احنا جايين لك بيها، أولا أرسلنا الله إليك إنا رسول ربك، يعني معنى الكلام يعني أنت يا فرعون لست برب كما تدعي. الطلب الثاني إنك تحرير بني إسرائيل، كان طبعا فرعون مديهم على دماغهم وما كانش حد منهم بيقدر يتكلم، وكانوا كلهم مزويين في أماكن محددة، وفي فارق ما بين المواطن المصري وما بين ذلك الذي هو من بني إسرائيل، ومعروف ده جدا، ولم يرق للمصري أبدا إنه هو يتعامل بأريحية معهم. الأمر ده معروف أزلا من أيام، شوفوا من زمان الفراعنة. فبالتالي هو عاوز يحررهم، دول المفروض أنه يعني يشكروا هذا الصنيع لموسى ولرب موسى الذي أرسله إلى فرعون. أنا بذكر بهذا الكلام لأن إحنا في رحاب فهم التفسير الموضوعي لقوله تعالى وكذب موسى الوارد في سورة الحج. النهاردة هو سيدنا وإحنا في مشاهد عرض مشاهد قصة نبي الله موسى عليه السلام، في عرض مشاهد الشديدة ما بين موسى وهارون عليه السلام وبين فرعون اللي جاي يحرر بني إسرائيل من يد فرعون. وشوفوا بعد كده هم هيعملوا إيه في سيدنا موسى عليه السلام. فلما راحوا الاثنين لفرعون قالوا له احنا حرر بقى، سيب بني إسرائيل، اترك بني إسرائيل، لأنه كان فرعون بيقتل رجال، يعني بيقتل رجالهم ويستحيي نساءهم. فكان الهدف الأساسي من الرسالة هو استنقاذ بني إسرائيل من بطش فرعون. نتذكر هذا المشهد جيدا عشان بعد كده أما سيدنا موسى يذهب لميقات ربه وهم بقى يعبروا البحر، قدام في المشاهد لما تأتي قدام في هذه القصة هتجد أنه بعد كده يرجع لهم بيعبدوا العجل. هؤلاء هم بنو إسرائيل كما يقص علينا القرآن الكريم. وفي هذا الموقف المهيب بيذكر موسى عليه السلام وهارون فرعون برب العالمين، وإن ربنا أرسلهم لكي يرسل معهم بني إسرائيل. وبعدين ختم كلامه سيدنا موسى أو ألقى موسى على مسامع فرعون وملئه بكلمات ومعان نورانية، والسلام على من اتبع الهدى. يعني هو إنه لا يكون السلام ولا يكون الأمان في الدارين، يعني في الدنيا وفي الآخرة، إلا لمن نهج منهج الهدى وصار ومشي على أنواره وقصد من وراء ذلك وجه الله تعالى. يعني الإيمان بالله الواحد الأحد وصحة العمل اللي هو العمل الصالح والإخلاص فيه، ده يقود إلى السلام والأمان في الدارين. وطبعا سيدنا موسى وسيدنا هارون ذهب إلى لقاء فرعون لأن ده أمر الله سبحانه وتعالى إليهما، أنهما يروحوا الفرعون ويخبراه بما أخبرهما الله تعالى به. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. صدق الله العظيم.